حلقة جديدة من سياساتير، برحب بحضراتكم مشاهدينا الكرام في أول هذه الحلقة، والحديث ما زال مستمر في شهر مارس عن مسيرة المرأة المصرية. هذا الشهر بيوافق تاريخ هام في الحركة النسائية المصرية، 16 مارس 1919 أول مظاهرة نسائية ضد الاحتلال البريطاني، 300 سيدة مصرية وأكثر بقيادة الرائدة المصرية هدى شعراوي بينددن بالاحتلال. لا ننسى أيضا أن 8 مارس هو اليوم العالمي للمرأة، واليوم اللي بيحاول العالم كله أن يتذكر بطولات المرأة ومسيرتها الطويلة، ويتذكر أيضا حقوق هذه المرأة اللي ما زال العالم كله وما زالت المرأة في العالم كله بتناضل لتحصيل هذه الحقوق كاملة غير منقوصة. برحب بحضراتكم لحلقة جديدة من سياساتير، وضيفتي الكريمة في هذه الحلقة أستاذة رغداء حجازي. أستاذة رغداء أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. كل سنة طيبة بمناسبة يوم المرأة العالمي ويوم المرأة المصرية. حضرتك طيب. مناسبات مهمة. الدلالة على احترام المرأة، والمرأة هي الجناح الرئيسي لعمل الكاريكاتير مع الرجل، لكن الكاريكاتير أنصف المرأة في رأيك؟ هو الحقيقة المرأة لما بتبقى رسامة كاريكاتير دي إضافة كويسة جدا، لأن هي بتعالج قضايا المرأة أو مشاكلها من وجهة نظر مختلفة. فدي إضافة بالنسبة للكاريكاتير. طيب في الكاريكاتير الأول لينا أو الصورة الأولى، 8 مارس اليوم العالمي للمرأة والدلالة على الاحترام العام لهذه المرأة. في رأيك العالم لما ينشئ يوم عالمي، الأمم المتحدة أما تستقر على هذا اليوم العالمي، لكن في الصورة هي على شكل علامة أقرب لي علامة الاستفهام، لأن كثيرا 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 الناس بتعتبر المرأة لغز، فأنا عبرت عنها هنا على هذا الشيء، لأن أحيانا حتى المرأة نفسها ممكن ما بتبقاش فاهمة، يعني فاهمة نفسها كويس، فأنا حاولت أعبر عنها بصدق، فهي علامة استفهام. اللي هو كيف كتاب كيف تفهم المرأة بالضبط، عدد بالضبط 10,000 صفحة تقريبا. لكن فعلا يعني أنت كسيدة تشعري أنك أحيانا بتكوني لغز على الآخرين يفهموا دي حقيقة، لأن المرأة بتفكر بطريقة مفصلة جدا جدا جدا، ممكن بالنسبة للرجل هو بياخد الأمور بشكل عام، وده بيصنع خلافات كتيرة جدا. احنا نحب العام احنا كرجال، ميزة يمكن ربما فينا. في الكاريكاتير الثاني ليكي احتفال باليوم العالمي للمرأة وتصوير زوج، الزوج جاي لزوجته ومعاه عروستين، وبيلاقي احتفالا باليوم العالمي للمرأة وبيوم المرأة العالمي، هو هنا اتجوز عليها؟ طب ليه؟ هو دي بقى المفارقه بتاعه الكاريكاتير، هو هيحتفل بالمراه ازاي؟ فبيزود العدد في البيت علشان هو حاببهم، فجايب لها اتنين مره واحده. ما بس يعني ده ما يمنعش ان الراجل بيحتفل بالمراه، يعني الراجل بيحب المراه وبيقدرها، بس هو عاوز يبرر نفسه بشكل يعني يقنعها. يعني الحقيقه لو حصل ده على ارض الواقع مش عارف هنشوف مذابح الحقيقه، لكن يبقى المساله فيها احتفال باليوم العالمي للمراه. مشاهدينا الى فاصل قصير وبعده نستمر مع حضراتكم في سياساتير. رجعنا لحضراتكم مرة تانية وللأستاذة رغداء حجازي. أستاذة رغداء، أنت مهتمة كتير بالعلاقات الأسرية أو بالعلاقات الزوجية، العلاقة بين الزوج والزوجة، المفارقات في هذا العالم. في كاريكاتيرك الزواج هو أن تدخل عالم المرأة، لكن الرجل هنا بيكنس ويمسح، هو ده عالم المرأة بس؟ ده يعني من باب النقد للفكرة المغلوطة، ان عند معظم يعني شرائح المجتمع عندنا هنا على الاقل في مصر، ان المرأة هي تقوم بالكنس والتنظيف وكده، فهو لو دخل هذا العالم هيعرف ان دي فكرة مغلوطة، المرأة زيها زيه كائن متكامل بتقدر تسد في كل المجالات اللي بتحط فيها. احنا لسه حتى بنتكلم على سنة 1919 والمرأة المصرية بتقود مظاهرات ضد الاحتلال، عمل يعني جلل وعمل مهم للغاية، يمكن كان في رجال يخشوا ان هم يقوموا بها نفس هذا العمل. بالظبط بالظبط. طيب استاذه رغداء، يعني معانا كاريكاتير تاني الحقيقه، بس احنا يعني احترنا شويه فيه، لو تشرحيه لنا، هو فيه يبدو زي ملاك للموت او حاجه زي كده، الفكره الشائعه يعني ماسك حاجه زي بلطه او المنجل. هو بيجري ايه؟ بيجري ورا مين؟ هو بيجري ورا مريض، هو الشخص ده او الشخصيه اللي راكبه على زي حبايه الدواء ومتعلق فيها زي صوره صغننه كده، ان هو ده دليل على الاسعاف. فبما معناه يعني المقصود ان المريض بيحاول يهرب من الموت بالعلاج، ولكن بيظل الموت وراه لان ده في الاخر هياخد نصيبه يعني. لكن مفيش هنا اسقاط على مثلا جهود العالم في مواجهه المرض الاخير اللي احنا بنواجهه كلنا، كورونا، ولا مش مرتبط قوي؟ لا مش مرتبط قوي، مش تمام. مرتبط. طيب في كاريكاتير تاني، الزواج واحلام البنات، الاسد المحبوس، يعني هو بيحب مين؟
هو حب البنوته دي، وهي طبعا بالنسبه لها حلم ان هو يكون بالنسبه لها اسد بيحبها مثلا، دي حاجه مختلفه عن البنات. وهو حبها علشان شكل البلطو الفرو شبه الفرو يعني شبه الشعر اللي حوالين وشه، فهو دي المفارقه هنا، التشابه ما بينهم. انت عارفه ان احيانا المضادات بتصل الى مرحله من الجنون، يعني ممكن ده حقيقي. بس ما اعتقدش، يعني ممكن مثلا لاقي ارنب بيحب سيده عشان لابسه فرار او لابسه بلطو فيه اجزاء من الفرو الارنب. طيب نروح لكاريكاتير تاني، الزوج اللي بيضرب مراته، ده فعل يعني مؤثم ومجرم وفعل شنيع، لكن هو الزوج مراته هنا مين فيهم اللي ضارب مين؟ هي اللي ضربته، وبتكلم مامتها فرحانه جدا بما انجزته يعني، ودي طبعا مفارقه لان الواقع ما بيكونش كده. فبتقول لها وحياتك يا ماما بيعد النجوم. بيعد النجوم احنا بنقولها او بتطلق مصطلح على انه بيحبها جدا، فسهران طول الليل يحب النجوم او يعد النجوم من حبها يعني. فهي بقى بيعد ضربته النجوم من الضرب. بيعد النجوم من الضرب، فهي اعتبرت ان ده انتصار يعني. بس تفتكر احنا العنف الزوجي من ناحيه السيدات موجود في مصر؟ يعني في دول مسجلة ومعروف انها بتعاني من هذه الظاهرة، لكن في مصر في كل المجتمعات هو بيبقى موجود، لان هي العلاقات البشرية في الاخر هي عبارة عن فعل ورد فعل. طيب التمسك بشريك الحياة في الكاريكاتير القادم، انت تمسك بشريك حياتك ازاي؟ هي هنا المفارقة ان هما ماسكين في خناق بعض، فاخدوا التمسك بشكل مختلف تماما، بدل ما زي التمسك ما الناس ده يكون تمسك في بعض في بالتعاون الخناقات يعني. بالظبط، بدل ما يكون بالتعاون لا يتمسك في رقبته. طيب الجواز بيعلمنا في الكاريكاتير القادم بيعلمنا نحدد اهدافنا فعلا في رايك؟ لان انا اي علاقه في الدنيا لو ملهاش اهداف محدده، مش شرط اهداف مصالح ولكن اهداف انسانيه، حتى اهداف بالمشاركه، اهداف بالدعم النفسي، انا بعتبرها بتبقى علاقه يعني منقوصه طيب او طيب فشل. هنا ال 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 الجواز علمه او الجواز علم الزوجين هنا يتمسكوا بالاهداف ازاي؟ احنا شايفين الزوجه ماسكه المدفع وبتنشن على جوزها، واضح ان هي اللي عندها هدف، بس هو ما عندوش هدف كده، ولا ايه رايك؟ هي اعتبرته هدف للتنشين يعني، هتنشن عليه وتموته. ممكن تكون بطله في الرمايه بس احنا اللي لسه مش مكتشفين. بس تفتكري لو كانت الكاريكاتير هنا بالعكس، كان الزوج هو اللي ماسك المدفع، كنا هناخده بنفس الصورة الساخرة المحببة دي؟ لا، لأن من جمال الكاريكاتير إن هو يقلب الواقع، فمعظم الواقع أو مثلا نقول 80% بيقول إن المرأة هي الأضعف. طيب الجواز أيضا أن تتزوج من تهتم بك وبطعامك، ويعني ترك حبيبته وتزوج طبق اليوم وبيغزها يعني، هو اقرب طريق لقلبه هو معدته. طب ما هو هنا ممكن نفسره برضو ان الزوجه ما قدرتش توصل لمرحله من المهاره في الطبخ انها يعني تستحوذ على جوزها. ما هي ده دور فستان الفرح، ان هو ما صبرش حتى لو هو يجرب او يشوف، هو واخد طبق اليوم عشان هو ده هدفه الرئيسي وخلاص على كده. بس ما فيهوش كده مصادره على قدرات هذه الزوجه انها لسه تتعلم في بدايه حياتها؟ هو اللي صادر، فعشان كده هي المفارقه هنا في الكاريكاتير ان هو اللي صادر قدراتها واحقيتها. يعني هو ما صبرش، ما حاولش يدي التجربه فرصتها. طيب الجواز من ناحيه اخرى، والكلام في الموبايل، الموبايل ده من اشد الامور حاليا اللي بتعمل خناقات زوجيه، يعني ده حتى على ملاحظه شخصيه. ليه؟ الموبايل المشكلة ان الناس بتعمد الى الاشخاص الافتراضيين، وبتتخيل ان هي دي علاقات كويسة، لان العالم الافتراضي بيلغي عيوب كتيرة قوي من التعامل الحقيقي او التعامل البشري الواقعي. ولكن هي هنا بقى ماسكة التليفون ومبسوطة جدا، وتقول انا ما اقدرش ازعل منه علشان جايب كل طلبات البيت بسبب ازمة كورونا، بقى طلبات البيت هي اعتبرتها كمامات وكحول وكلور ومطهرات يعني، فهي شايفة كده ان هو جايب لها كل اللي هي عاوزاه. طيب بس فكرة الزوجة والتليفون دي كانت من اهم التيمات اللي بيشتغل عليها مصممين الكاريكاتير دايما، الزوجة اللي بترغي، الزوجة اللي بتناقش حياتها الزوجية مع صاحبتها على التليفون، كانت دايما في رابط ما بين السيده او الزوجه والتليفون في الكاريكاتير. وما زالت لان المراه احيان كتير ما بتبقاش ليها منفذ، الزوج مثلا قفل عليها منافذ الكلام، او حاسه ان هي ما عندهاش خبره فعاوزه تستشير والدتها او تستشير صاحبتها. وطبعا ده في معظم الاحيان ما بيكونش صح، لان كل علاقه هي حاله متفرده. طيب قبل ما الزوجه تتكلم في التليفون، كان في يعني في مرحله الخطوبه او مرحله التقدم بقى للخطوبه، العريس بيقول لحماه انا من عيله كبيره جدا، ودي تنويع على اللفظ، هي كبيرة حجما في الرسم مش كبيرة كنسب. بس فهي المفارقة هنا. بس هنا تفتكري منعتنا احنا لما بنشوف
كاريكاتير زي ده، نقدر فعلا نشعر انه مثلا لو شخص يكون سايب نفسه شويه مثلا يتخن، ممكن يشعر ان لا انا مش عايز ابقى كده، انا مش عايز ابقى الصوره دي اللي انا شايفها، انا عايز ارجع تاني اكون صحتي افضل، جسمي افضل. دي بترجع لاهداف برضو المتلقي الكاريكاتير، ودي بتبقى حاجه لطيفه جدا. الكاريكاتير ممكن انا كرسامه احط فكره معينه واتفاجئ ان المتلقي بياخدها باكتر من شكل، وده شيء صحي للكاريكاتير يعني. انتي انا ملاحظ انك اخدتي موضوع السعاده في الكاريكاتير، السعاده بين الازواج، لمرحله جديده، مرحله يعني تقترب مرحله العبث. قد كده صعب قوي ان الزوج يرضي زوجته؟ لا مش صعب. احنا برضو بنرجع نقول الكاريكاتير هو الكشاف او النور اللي احنا بنوجهه على السلبيات، لكن طول الوقت في ايجابيات كتيره جدا، ولكن دورنا احنا كرسامين كاريكاتير نخرج السلبيات على السطح بشكل ساخر. بس لدرجه انه يبقى في الرسمه القادمه بلياتشو هو الوحيد اللي قدر يسعد الزوجه؟ بالظبط، لان في ناس ستات مثلا بتبقى طلباتها صعبه، بتفضل تعجز فيه، في اهل كمان لان هو قاعد مع والد البنت اللي بيتقدم لها، في اهل بتحط طلبات وانت لازم تسعد بنتي بكذا وكذا وكذا، فده من الاخر جاي له مهرج بيقول انا الوحيد اللي اقدر اسعدها، كده كده هتضحك. وللاسف الصوره السينمائيه بقى، يعني لو هنتكلم على مكافئات فنيه اخرى، الصوره السينمائيه عن المهرج انه شخص تعيس. بالظبط بالظبط، يعني ودي بتبقى يعني فيها جزء من الحقيقه. للاسف ان هو مهنته يضحك الناس، لكن هو في النهايه شخص طبيعي جدا ومثقل ربما بهموم اكتر. صح. هنروح لفاصل قصير وبعده نستكمل مع حضراتكم سياستير ابقوا معنا. ورجعنا لحضراتكم مرة تانية مع البورتريه والفنانة المصرية إحسان شريف. أستاذة رغداء، إحسان شريف معلوماتك عن إيه؟ إحسان شريف من ألطف الممثلات حقيقي. أنا بشوف إن هي ما أخدتش مساحتها كاملة من معرفة الناس بيها. هي كانت بتظهر في أدوار دمها خفيف جدا جدا جدا، خاصة لما بتكون حازمة أو متسلطة، لأن ده بيتنافى مع ملمحها الرقيقة شوية. فهي حقيقي برضو بتمثل لي يعني ايقونه من ايقونات السينما المصريه اللي انا بحبها. دي تعتبر تالي قدره ان تكون ملامح رقيقه لكن تقدر تطلع محتوى اخر يدينا رساله اخرى، رساله الشده، العنف، او حتى رساله لا تتناسب مع ملامح الوجه. ده حقيقي، عشان كده هي كانت يعني الادوار بتاعتها كلها مؤثره في حياتنا، يعني حتى ولو كانت معظمها بيكون ادوار بسيطه ولكن هي مؤثره في اخر الامر. طيب الفنانه احسان شريف لمن لا يعرف عنها الكثير، هي متخرجه من مدرسه حلوان الثانويه، اشتغلت في الفرقه القوميه مع الفنان الكبير زكي طليمات، تنقلت ما بين اكثر من فرقه في الثلاثينات وادت ادوار في السينما ايضا والمسرح، ابرز مسرحياتها الوطن، شارع البكوات، وأيضا لا ننسى دورها والكريبسوزات في فيلم إشاعة حب مع الفنان عمر الشريف ومع العبقري يوسف وهبي. فيلم إشاعة حب أستاذة رغداء، يعني يتهيألي وانت بترسميها ايه العمل اللي اثر فيكي؟ مش انا لو انا هرسمها هتخيل على طول اشاعه حب، لكن انت على فكره ده حقيقي، حتى هي في كلمه يعني بنت سلطح ملطح، دي بقت منتشره بيننا حتى عن اللي بيدعي وضع معين، وضع مجتمعي هو مش حقيقي، فهي اجادت لان الشخصيه دي عايشه ما بيننا لغايه دلوقتي خاصه ومرتبطه بيها هي. طيب وانت بترسميها ايه اكتر الامور اللي بتلفت نظرك او بتستفز فيكي الموهبه وانت بترسمي الفنانه احسان؟ الحقيقه رقت ملامحها، عينيها الواسعة، تضاريس وشها تعتبر انسيابية جدا جدا جدا، وده كان جميل جدا وانا برسمها، وفي تحدي لان ممكن لما بيكون التشريح صعب او واضح بيكون اسهل في رسم البورتريه الكاريكاتيري بالذات. احنا اكتملنا كده ولا لسه؟ لا تمام. الفنانة احسان شريف نقدر نقول عليها وجه جذاب بالمعنى الفني؟ جذاب بالمعنى الفني والمعنى الانساني، هي فعلا ملامحها جذابة. طبعا فنانة جميلة وقديرة، وده معاد فاصل جديد في سياساتير وبعده هنكمل مع حضراتكم حلقتنا. من جديد بحيي حضراتكم، وهنروح لشخصية من أكثر الشخصيات اللي أثرت في الفن، في الأدب، في الثقافة في مصر، الفنان الكبير صلاح جاهين. أستاذة رغداء، صلاح جاهين بيمثلكم أنتوا إيه في عالم الكاريكاتير، وهو واحد من أكتر من نقدوا أوضاعنا ونقدوا حياتنا بطريقة مبدعة ومختلفة؟ مدرسة، صلاح جاهين مدرسة،
وصلاح جاهين كان بيتوفر فيه عامل حلو جدا لفنان الكاريكاتير، ان هو فنان شامل. فنان الكاريكاتير لما بيحتك بجميع انواع الفنون وبيبقى مبدع في اكتر من مجال، لما بيشتغل كاريكاتير بتبقى كادراته مميزه بشكل كبير جدا. صلاح جاهين مولود في 25 ديسمبر 1930 وتوفي 21 ابريل 1986. في راي حضرتك استاذ رغداء، ايه ابرز الاعمال اللي تميز كاريكاتير صلاح جاهين؟ التفاصيل، اهتمامه جدا بالتفاصيل. لما بنشوف مشهد او كادر معين كاريكاتيري بنحس ان هو مشهد سينمائي. بيرسم مثلا البيت، هنلاقي الترابيزه والمفرش والسجاده والتفاصيل، كل حاجه منها موجوده. طيب الصوره اللي معانا دلوقتي نشوفها مع حضرتك ومع مشاهدينا، هو هنا شركه اسطوانات، والشخص واضح انه بيعرض على المسؤول في الشركه فنه. صلاح جاهين كان معروف عنه انه يعني رغم ما وصل اليه من المجد الفني في كل المجالات، لكن الحقيقه كان شخص بسيط وكان مهموم بهموم البسطاء، ومنهم ربما الفنان ده اللي واقف بيبحث عن فرصه. وجابها هنا بمفارقه لطيفه جدا، هي هو ده دور الكاريكاتير فعلا، اللي هو بيعزف وبيقول له شعرك جميل، وصاحب شركه الاسطوانات ما عندوش شعر واصلع. فالفكره المفارقه هنا هو عايز يوصل لنا حاجه تانية خالص ورا الكواليس، ان ما فيش لغه مشتركه ما بين الفنان المبتدئ وما بين شركات تسجيل الاسطوانات في الوقت ده. دي فكره على فكره مختلفه، يعني ممكن ناخدها بشكل ساخر طبيعي، بس مش هنوصل للهدف ده، وده هدف عميق يعني، يمكن الفنانين هدف عميق أكتر جدا يعني. لان هو كان محتك بمشاكل الفنانين ومحتك بمشاكل البسطاء منهم كمان. طيب نشوف صوره ثانيه مع حضرتك برضو للفنان الكبير صلاح جاهين. هنا هو بيساعدها ولا بينقدها؟ لا، هنا الخطبه داخله على ناس، وده العريس اللي هي واخده صورته وقت ما كانت الخطبه هي الواسطه ما بين في الزواج يعني. تمام. فبيقول لها قول لهم ان انا مهندس، بس ما تقوليش، قول لهم ان انا ميكانيكي، ما تقوليش مهندس ميكانيكا، علشان الطمع، علشان بيقول ان العائلات بتطمع، هي بتدور على الوضع بس، مش مهم عندها الشخص. فهو برضو بينتقد هنا سلبيات في موضوع الزواج كانت مهمة جدا في الوقت ده، وما زالت مكملة معنا لغاية دلوقتي. بس افتكري في الوقت بتاع الفنان الكبير صلاح جاهين، كان فعلا الهموم دي بهذا الوضوح، ولا هو اللي كان عنده استشراف للمستقبل؟ هو كان عنده رؤية وكان عنده قراءة، وأعماله خالدة لأن هي بتمس صميم المجتمع، ومشاكل المجتمع ما بتتحلش بين سنة أو اتنين أو عشرة يعني، فعشان كده أعماله مكملة معانا، وده من عبقرية أعماله. عموما انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معانا النهارده وعلى هذه الرؤيه للكاريكاتيرات. استاذه رغداء حجازي مصممه الكاريكاتير، شكرا جزيلا ليكي. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على متابعتنا، ونلقاكم على خير ان شاء الله في حلقه قادمه. وسياسات.